الأول سؤال. تفضل يا أخي تفضل عجل. تدخل إلى المسجد وبعدين عندما تدخل إلى المسجد نعم قلت المرأة الحائض تماني المرأة الحائض ما بالها؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها أن تدخل المسجد غير أنه لا تطوف بالبيت. أيوة الجماعة أم لا تصلي كما هو معروف تحية المسجد؟ هل تصلي أم تجلس في المسجد؟ تجلس بدون صلاة لا يجوز أن تصلي. تجلس في المسجد دون أن تصلي. دون أن تصلي ولكن إيش دليل بهذا يا شيخ؟ الدليل ما ذكرته من الحديث وهو في صحيح البخاري. اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. فماذا يصنع الحاج؟ يدخل المسجد ويصلي ويطوف ويجلس ويقرأ القرآن، كل ذلك مما أباحه الرسول عليه السلام لها، ولكنه استثنى من الإباحة الصلاة والطواف بالبيت. هذا الحديث النبوي الشريف لا يجوز لها أن تصلي. أيوة، وهناك أحاديث أخرى في أن المرأة لا تصلي ولا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. هذا الحديث